تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بزيارة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين هذا اليوم. فلدى وصول جلالته كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، ويرافق جلالته حفظه الله اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والمقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. كما كان في الاستقبال الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان لقوة دفاع البحرين وعدد من كبار الضباط. وقد اطلع رعاه الله خلال الزيارة على الخطط المستقبلية لتطوير كافة أسلحة قوة الدفاع وبدء الموسم التدريبي القادم وفق الخطط الموضوعة، معربا جلالته حفظه الله عن تقديره واعتزازه بكافة منتسبي قوة دفاع البحرين وحرصهم الدائم على حمل الأمانة بكل إخلاص وبما يقومون به من واجبات وطنية سامية بشجاعة وعزيمة صادقة، حيث أثبتوا ذلك في العديد من المهام التي أوكلت لهم لما فيه الخير والأمن لوطننا العزيز ومواطنيه الكرام. وقد كلف جلالته كبار الضباط بنقل تحياته إلى جميع منتسبي قوة دفاع البحرين الشجعان في مختلف مواقع عملهم المشرفة داخل البلاد وخارجها.